بعد كثير من الشد والجذب، فرنسا حسمت مصير وجودها العسكري في آخر معاقلها في منطقة الساحل الأفريقي، وقررت سحب قواتها هذا الأسبوع من النيجر بعدما سحبت سفيرها، وذلك امتثالا لمطالب المجلس العسكري المنقلب على السلطة هناك. الوقت الذي راهنت عليه باريس في هذه المعركة خذلها، فالقرار يأتي بعد مرور شهرين على الانقلاب الذي وقع أواخر يوليو، شهران عولت خلالهما فرنسا على الخلافات بين القادة العسكريين في النيجر وعلى تدخل عسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكوواس، لكن الأيام كشفت أنها تعلق آمالا فوق جبال دائبة. قرارها بالانسحاب يعني إجلاء 1500 جندي ينتشرون في ثلاثة مواقع رئيسة. أول من سيحزم أمتعته من بينهم هم 400 جندي يتمركزون في منطقة لام على طول الحدود بين مالي والنيجر، على أن يتم تفكيك قاعدة نيام الجوية التي تضم 1000 جندي بحلول نهاية العام إلى جانب مركز دعم في منطقة أخرى. هذا الانسحاب يضيف خيبة أخرى إلى قائمة الخيبات الفرنسية في القارة، فعدوى الانقلابات التي ضربت المنطقة في السنوات الثلاث الأخيرة دفعتها إلى إنهاء عملية برخان بعد مرور 8 سنوات على انطلاقها، وما صاحب ذلك من مغادرة قواتها أراضي مالي وأفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو وتقليص قواعدها الدائمة في الجابون والسنغال وساحل العاج وصولا إلى الضربة القاسمة في النيجر. بالرغم من الترحيب بقرار الانسحاب على المستوى العسكري في النيجر، فإن هناك مخاوف من أن يترك ذلك ثغرة في مكافحة الجماعات المتشددة في منطقة الساحل التي لم تكبحها الجهود الغربية خلال السنوات العشر الأخيرة، بل زادتها تغلغلا وتوسعا. انسحاب فرنسا إذن يفتح الباب أيضا أمام توسيع روسيا والصين نفوذهما في المنطقة بعد سنوات من الهيمنة الغربية. النيجر كانت واحدة من تحالف دول الساحل الخمس الذي أنشأته فرنسا لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة، والعلاقات السياسية القوية التي كانت تربطها بالحكومات النيجيرية المتعاقبة مستمدة من كونها قوة استعمارية في إفريقيا حتى عام 1960. ضمن ما يعرف بعملية برخان، كانت تنشر فرنسا نحو 3000 جندي في دول الساحل، نصفهم يتواجدون في النيجر ويقاتلون جنبا إلى جنب مع الجيش ضد المجموعات المتشددة. الوجود العسكري الفرنسي صاحبه حضور اقتصادي يستفيد من المعادن الثمينة والنادرة ومنها اليورانيوم الذي تستورد فرنسا وحدها 20% مما تنتجه النيجر، والذي يسهم في إنتاج أكثر من 70% من طاقتها الكهربائية. وخلال 2021 وصلت قيمة صادرات النيجر لفرنسا إلى نحو 197 مليون دولار، وتنوعت ما بين مواد كيميائية مشعة ويورانيوم وثوريوم ومجوهراته. بعد قرابة 300 عام من استعمارها 35% من مساحة أفريقيا، أنهت فرنسا حكمها المباشر لعشرين دولة في القارة خلال الستينيات، لكنها حافظت على موطئ قدم هناك أمن لها نفوذا عسكريا واقتصاديا وسياسيا في مستعمراتها السابقة. هذا النفوذ تعزز عبر شبكة من الخيوط العسكرية يصل عمر بعضها إلى 60 عاما، تختزلها 11 اتفاقية دفاعية و17 اتفاقية تعاون و31 ملحقا دفاعيا فرنسيا. من بين الدول التي انضوت في هذه الاتفاقيات الكاميرون وإفريقيا الوسطى، ساحل العاج والسنغال، الجابون، تشاد، توغو، مالي والنيجر. في مالي قرر الجيش الفرنسي الانسحاب منها بعدما منحته الاتفاقية الدفاعية المبرمة معه حرية الحركة الكاملة على أراضيها وفي مجالها الجوي إثر انقلاب عام 2022. وفي النيجر قرر المجلس العسكري مؤخرا الانسحاب من 5 اتفاقيات عسكرية وأمنية موقعة مع فرنسا. طوال عقود بقيت الاتفاقيات الدفاعية التي يتأرجح تصنيفها بين مجرد تبادل الرسائل إلى اتفاقيات الدفاع السري وصولا إلى اتفاقيات تتيح التدخل العسكري، بقيت طي الكتمان بالرغم من مطالبات نشرها. أما بنودها فتراوحت ما بين مباشرة إلى مبهمة وأخرى فضفاضة، ومن بينها أولا مساعدة حكومات
الدول المستقلة حديثا على تأسيس جيوش قادرة على مواجهة التهديدات والضغوط الناتجة عن الحرب الباردة، على أن تتضمن هذه المساعدة تدريب العناصر ومد جيوش تلك الدول بالأسلحة. ثانيا، الحفاظ على رباط الخضوع بين القوى الاستعمارية السابقة أي فرنسا وأصدقائها الأفارقة، خصوصا لحفظ الأمن. هذا البند بالتحديد يسمح لباريس بالتدخل عسكريا لمساعدة أي من تلك البلدان في حال وقوع خطر داهم من دون تحديد طبيعته أو حتى إلزامها بذلك، على أن تطلب الدولة الإفريقية المساعدة، ويعود قرار الموافقة بالتدخل إلى الرئيس الفرنسي وحده. خلف هذا النص نفهم مواقف سابقة لرؤساء فرنسيين إزاء التدخل العسكري في فرنسا. فبين عامي 2006 و2007 تدخلت فرنسا عسكريا باسم هذه الاتفاقيات في جمهورية إفريقيا الوسطى لإنقاذ الرئيس فرانسوا بوزيزي ضد مسلحي اتحاد القوى الديمقراطية من أجل الوحدة. لكن في عام 2012 امتنعت فرنسا عن القيام بالخطوة ذاتها وفي البلد ذاته، وذلك في عهد فرانسوا أولاند. مثال آخر، الرئيس السابق أو الأسبق جاك شيراك رفض التدخل عسكريا لمساعدة رئيس ساحل العاج من المسلحين المتمردين عام 1999 رغم اتفاقية الدفاع بين الطرفين. في المقابل وافق إيمانويل ماكرون في ولايته الأولى عام 2019 على التدخل عسكريا لنجدة الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي إتنو، فغارت الطائرات الفرنسية على قوافل المسلحين المتمردين بقيادة تيمان إرديمي. الهيمنة الفرنسية على القارة اصطدمت بانقلابات عسكرية، ف 78% من الانقلابات العسكرية وعددها 27 التي حدثت في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية منذ عام 1990 وقعت في مستعمرات فرنسية سابقة. سقوط أحجار الدومينو الفرنسية في إفريقيا واحدا تلو الآخر أعاد إلى الأذهان الحاجة إلى مراجعة الاتفاقيات الدفاعية، بعدما سعى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى مراجعة عدد منها عام 2008، لكنها قد تكون مراجعة متأخرة هذه المرة. نناقش إذن التطورات في النيجر والانسحاب الفرنسي من هناك مع ضيفي من باريس عبر تطبيق زوم، السفير نيكولاس نورماند الدبلوماسي الفرنسي السابق والباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، أهلا بك. من نيامي عبر زوم الدكتور علي يعقوب الأكاديمي والكاتب السياسي، أهلا بكما. سيد نيكولا أبدأ معك، قرار الانسحاب جاء طبعا بعد شد وجذب وبعد تمسك باريس لفترة تعتبر فترة طويلة بوجودها في النيجر، هل برأيك كان يجب أن تتمسك باريس أكثر بوجودها في آخر معاقلها في منطقة الساحل الأفريقي؟ هذا هو القرار الصائب، لأنه منذ 26 من يوليو يوم الانقلاب إن الجيش الفرنسي أوقف التواصل والمساعدة وحتى التعاون العسكري مع اللجنة العسكرية الجديدة أو المجلس الجديد، وهذه السلطات طلبت رحيل فرنسا. الجيش الفرنسي لم يعد لديه أي أمر يقوم به في هذه المنطقة، وإن أيضا المعدات بدأت تتدهور، وأن إمداد العسكريين أيضا كان مقيدا. إذن كان يجب علينا الذهاب. هذا لا يعني أن الوضع سيكون مستقرا الآن في النيجر، ومن المحتمل حتى أن المجلس العسكري هو من سيتزعزع، ولكن هذا حديث آخر. دكتور علي، كيف تقرأ انعكاسات انسحاب فرنسا بقواتها تحديدا بقواعدها العسكرية، كيف ترى انعكاسه على النيجر بشكل عام تحديدا على الصعيد الأمني؟ شكرا على الاستضافة. أولا أنا حسب رأيي وعايش في النيجر وعايش كل التدخلات الفرنسية و قواتها في النيجر، عايش كل هذه الأشياء بحذافيرها وبتفاصيلها. فرأيي أن انسحاب قوات فرنسا من النيجر لا يؤثر شيء في الجهة الأمنية في النيجر. هذا هو رأيي. لماذا؟
لأن القوات الفرنسية فعلا هي موجودة وتساهم بمساهمات استخبارية وغير ذلك، ولكن حسب تحليلنا ورؤيتنا وجودها في النيجر لا يمنع من مقتل جنود النيجر مقتل كبير جدا مرتين، في مرة أكثر من 100، في مرة 100 وزيادة. فوجودها لم يمنع من هجمات الإرهابية، نفس ما يحدث الآن كان يحدث وهي موجودة. فلا أظن سيكون هناك، بل الآن في تحسن قليل، وهو أن القوات استطاعت أن تهاجم وتتابع المسلحين وتقتلهم بالطائرات هليكوبتر، ولكن سابقا هذا لا يحدث إلا بعد يومين أو 3 أيام. وأما الأخير الذي وقع في تاوا، هذا ليس من الإرهابيين، هذا فتيلة تمرد من بعض الناس الذين مع الحكومة السابقة. فلذلك تلاحظون أن حتى الهجوم كان يختلف نوعا ما، كان في سيارات مفخخة وشيء من هذا القبيل. وأنا متأكد أن جيشنا بإذن الله يستطيع أن يقاوم هؤلاء المسلحين. وكذلك لو كان في تمرد، وتمرد في النيجر قديم ليس الآن، من أيام سين كنت كان في تمرد من الشمال واتفاقيات 94 وكذا وكذا، بدون تدخل فرنسا ولا غيرها من الدول استطاعت الدولة أن تقضي على التمرد، ونفس سين سيحدث. فقط نخاف يكون هناك أيدي خفية بعد انسحاب الجيش الفرنسي، لأن انسحاب ليس بصورة طيب ماذا جيدة، عن صورة فيها الهجوم اختلاف. دكتور علي، ماذا عن الهجوم الذي تابعناه لجماعات مسلحة قبل أيام على الحدود النيجيرية، ولافت فيه أنه سقط فيه أكبر عدد من الجنود النيجيريين؟ هذا الهجوم ليس من المسلحين، هذا هجوم أقول لك شؤلة أو فتيلة تمرد للذين كانوا مع الحكومة السابقة، فحرضوا بعض الناس ممكن بعد أيدي الخفية للقيام بهذا الهجوم. والهجوم بالمناسبة ليس على حدود تلبيري كالعادة اللي في جماعات مسلحة، بل في تاوة مناطق الشمالية التي فيها العرب والطوارق. وفي من ادعى من جماعة الطوارق أنه سيقوم بتمرد مسلح، وهو أصلا بالعادة قام بهذا أكثر من مرة. فأظن هذا ممكن تنبيه منه أو التجربة الأولى منه. على كل، هذه من التحليلات التي نراها بكيفية التي نفذت بها الهجوم، لذلك قلنا هذا. سيد نيكولا، وكما قال يعني رئيس الوزراء أيضا في كلمته، رئيس الوزراء أكد. نعم، أعود لسيد نيكولا. سيد نيكولا، يعني لا أريد أن أقارن بشكل مباشر بين الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والانسحاب الفرنسي من النيجر، ولكن في جزئية معينة وهي جهوزية الجيش المحلي، جهوزية الجيش النيجري، كيف تصفها وكيف تراها فرنسا في هذه المرحلة؟ لننسى الانسحاب، لكن في هذه المرحلة وهي التي كانت من بين أهدافها وأهداف وجودها في النيجر كما ذكرنا في التقرير، هي تدريب وتجهيز الجيش المحلي من حيث يعني جهوزية الجنود ومن حيث أيضا عتاد الأسلحة. كيف تقيم جهوزية الجنود النيجيريين؟ هل يمكن أن يتكرر سيناريو أفغانستان ونحن نعلم يعني حال الجيش الأفغانستاني كيف كان عندما تم الانسحاب الأمريكي أو بعدما خرج الأمريكيون من هناك؟ يجب ألا ننسى أن الانقلاب في شهر يوليو عرقل عملية تحسين للأوضاع، لأن الرئيس الأسبق بازوم كان لديه استراتيجية ليست فقط عسكرية، كان هناك شق عسكري نعم مع الدعم الفرنسي الأمريكي ومن قبل الاتحاد الأوروبي، وكل هذه الأطراف كانت تزود الجيش النيجيري بالمعدات وهذا ما عرقل. الرئيس الأسبق بازوم كان يرى
يركز أيضا على الشق السياسي التفاوضي للنقاش مع المجتمعات التي هي تخرج الإرهابيين والانقلابيين أو حتى المتمردين الذين ظهروا من بعد الانقلاب. وثالثا الرئيس الأسبق بازوم كان يستفيد من هذه المساعدة الإنسانية والتنموية من أوروبا من أجل إيجاد حلول للشباب الذين يجتذبهم كل هذه المجموعات المتطرفة المتمردة اليوم. هناك هذا الشباب المحروم من المصير، المحروم من الأمل، وهذا الشباب هو من يذهب إلى صفوف هذه المجموعات. إذن يجب إظهار العكس لهؤلاء الشباب، وكل هذه العملية عرقلت إذن. واليوم منذ شهر يوليو ومنذ شهر أغسطس هناك تدهور أمني مع زيادة بالغة بعدد الهجمات الإرهابية، وحتى هناك هذا التوقع بإعادة التمرد من قبل الطوارق مع هذا الانضمام لهذه الجهود في الشمال ضد المجلس العسكري ضد الانقلابيين. اليوم هناك أيضا أزمة ميزانية، لأن هذا البلد الفقير الذي لا يطل على أي بحر هو يعتمد على الخارج، وهناك أزمة دفع رواتب للعسكريين الآن مع انتظار أزمة ميزانية وأزمة أزمة اقتصادية. ويجب ألا ننسى أيضا العقوبات الإقليمية المفروضة على النيجر. إذن هناك تدهور بالغ الأهمية وربما انهيار. إذن نعم، هذا يذكرنا بسيناريو أفغانستان، ولكن نحن لم نصل إلى هذه النقطة حتى الآن الحمد لله. وربما الإرهابيين والجهاديين الآن سيعاودون الظهور ويعاودون السيطرة، وعلى نيامي أن تقاوم على عكس كابول آنذاك. ولكن مجددا هناك مشاكل مختلفة، مسائل مختلفة. مثلا هل نفاوض مع الجهاديين مع أو بين الحكومة أيضا في نيامي؟ دقيقتان سيد نيكولا. نعم، الفكرة واضحة. أذهب بسؤال أخير ربما للدكتور علي. دكتور علي، تقول لي إن الجيش النيجري جاهز وباستطاعته أن يواجه التحديات الأمنية بمفرده. هل تعني أن المجلس العسكري سيرفض أي اتفاقيات وتعاونات أمنية وعسكرية مع روسيا أو حتى مع الصين في المستقبل؟ اولا يا استاذ، اريد ان انبه ان الجيش النيجر واجه تمرد اكثر من مره بدون استعانه باي قوه، فعندهم خبره في هذا. وثانيا، ممكن تقاوم اذا كان المسلحين فقط بدون تدخل اجنبي. هذا الجيش النيجر لا يخاف منه، يستطيع ان يدافع عن البلاد، وحتى لو كان فيه تمرد نفسي. وبالنسبه لروسيا والصين، صراحة النيجر ليست دولة متحمسة للتعامل مع روسيا، ولكن قد تضطر إلى أن تطلب منهم أسلحة حديثة لتدافع عن نفسها. والصين في العادة لا تتعامل مع أفريقيا من ناحية الحرب، وإنما تتعامل معها ناحية اقتصادية وتنموية. لولا الحصار المفروض على البلاد من جهة دولة بنين ونيجيريا، لن يكون هناك مشكلة أصلاً من الناحية الأمنية، لأن الآن الجيش مركز على الحدود مع نيجيريا وبنين. احتمال يعني يكون هناك تدخل من إكواس مع فرنسا أو شيء من هذا القبيل، وإلا لكان الجزء الكبير الذي على الحدود مع المسلحين وانتهت المشكلة. نحن في أمن تام، أننا لا نخاف من هؤلاء المسلحين ولا التمرد، ولكن نخاف تدخل دول أجنبية. يطول الحديث عذرا على المقاطعة. دكتور علي، شكرا جزيلا لك. الدكتور علي يعقوب الأكاديمي والكاتب السياسي. أشكر السفير نيكولاي نورماند الدبلوماسي الفرنسي السابق والباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس. شكرا جزيلا لكم.